السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في كويزين منى هاوس. الاقتراح ديال اليوم اللي غادي نشارك معكم غادي يكون رائع بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الشوكولا ولا العشاق ديال الشوكولات. غادي نشوفوا انصامبل طريقه ديال التحضير ديال لي بانكيك والشوكولا بمقادير اللي هي بسيطه وحتى الطريقه سريعه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. باغ كونطخ لو ريزولتا ولا النتيجه كتكون رائعه، سيرتو كيف ما قلت لكم انهم محضرين بالشوكولا، كلشي كيعجبو الشوكولات. بما اننا مقبلين على عيد الفطر يمكن لينا نقدموا هذا الاقتراح في الفطور ديال العيد صباح ديال الليل ولا في اليامات العاديه في الكوتي هكا ولا الفطور، ولا نحضروهم لوليداتنا هكا للمدرسه كيوجدوا بسرعه والنتيجه كما قلت لكم رائعه. ما تنساوش بالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا عندي القناه انكم بيان سور الى عجبكم المحتوى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. ما غاديش نطول عليكم، ندوزو باش نشوفوا الاقتراح ديال اليوم، مقادير وطريقه ديال التحضير. غادي نحتاج في المقادير باش نوجد هاد لي بانكيك او شوكولا جوج ديال البيضات. عندي هنايا جوج ديال البيضات، عندي نص كاس ديال السكر سنيدة، عندي جوج الكيسان ونص ديال الحليب، عندي جوج ديال الكيسان ونص ديال الطحين، عندي فاني جوج خمارات ديال الحلوى، عندي نص كاس ديال الشوكولا بودغ شوكولات الكاكاو المر نص كاس، وهنايا خديت الشوكولات يكون من نوعيه جيده وحكيته. عندي كاس ديال الشوكولات، يا اما كتحكوه في الحكاكه الغليظه يا اما كتهرمشوه هكا بالطحانه ولا غير بالموس، مهم كيكون مهرمش ما تيكونش مطحون بودغ. وعندي هنايا اربعه ديال المعالق بالضبط ديال الزبده مذوبه. الوغ بالنسبه للمقدار ديال الكاس اللي عبرت به، نفس الكاس اللي كتعبروا به الطحين والحليب هو اللي كتعبروا به باقي المكونات. انا خديت هاد العبار، يمكن لكم تديروا الكاس ديال العنبه ولا اي كاس بغيتو، مهم يكون العبار بنفس الكاس. غادي نبداو هنايا بالسنيده هي الاولى، غنديروا داك نص كاس ديال السنيده، غادي نديروا داك جوج بيضات وغادي نديرو معاهم فاني. غادي نخلطو البيض مع السنيده حتى يتخدم مع بعضياتو، يعني يندمج مع بعضياتو، وغادي نزيدو داك الحليب. الحليب ما يكونش بارد، نخرجيه من الثلاجه يكون شاد الحراره ديال المطبخ، يعني يكون ديجا خرجتو الحليب، سينو كدفيه واحد شويه فوق البوطه، مهم ما يكونش بارد. ملي كدوب ليا داك السنيده غادي نزيد عليه هذاك جوج كيسان ونص كما قلت لكم ديال الحليب، العبار يكون بنفس الكاس اللي عبرنا به باقي المقادير. الشوكولاط كنخليه هو الاخر. غادي نبدا نضيف الطحين بشويه بشويه، عندي هنا جوج كيسان ونص غنبدا نضيف بشويه بشويه على جوج ديال المراحل. كيجيو زوينين هاد لي بانكيك، تيقوني غادي تجربوهم وغادي يوليو عندكم معتمدين، سيرتو انهم دغيا كيوجدو، يعني ماشي شي حاجه اللي كطلب منا واحد المجهود ولا وقت كبير، يمكن لكم حتى لا ديغنيغ ميوت توجدوهم، النتيجه ديالهم كتكون زوينه. كيجيو هكا مفشفشين رطبين، والمذاق ديالهم بالشوكولاط غزالين، كيجيو زوينين. هنايا ملي دخلت داك الطحين مزيان غادي نزيد الشوكولا اون بودغ ولا الكاكاو المر، حتى هو خصو يكون نوع لي يعني مزيان باش كتكون النتيجة مزيانة. غادي نخلط داك الشوكولات مزيان، من بعد غادي نزيد داك ربعة المعالق ديال الزبدة، والشوكولات اللي حكيتو كنخليه هو الاخر. الريحه ديال الشوكولات وديال الفاني طالعه غزاله، انا جادور الشوكولات كيعجبني اي حاجه فيها الشوكولات كتعجبني، دونك تشدتهم اليوم وقلت علاش لا نشاركهم معكم باش حتى نتوما تجربوهم هكا في ديوركم لوليداتكم، علاش لا باش تعم الفائده.
ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم ومع احبابكم باش هكا حتى هما يجربوهم. صافي غادي نزيد هذوك جوج معلقات باردون 4 المعالق ديال الزبده، غادي نخلط مزيان ونزيد هذاك الشكلاط اللي حكيت. يبقاو هكا دوك الشكلاط يبقى شويه هكا ما يجيش منيل، يبقى شويه هكا حبيبات كتحسوا به حبيبات، يعني ما يكونش بودر. يا اما دوزوه في الحكاكه الغليظه ولا تقطعوا عيب الموس، انا دوزته في الحكاكه. صافي غادي نزيد هذاك الشوكولات ديالي وغادي نخليها دو كوتي قبل ما نطيبها. صافي هانتوما شفتوا دغيا دغيا ما كاملاش حتى 5 دقائق ها لي بانكيك ديالنا واجدين. غادي صافي فاش غادي نخلطها غادي نغطيها بواحد المنديل ونخليها على برا هكا فوق البوطاجي، نخليها واحد 10 دقائق قبل ما ندوز نطيبها. ملي كنخليوها ديك 10 دقائق كيزيد شويه داك الخليط كيعقد. غادي نوريكم لا تيكستور ديالو قبل ما نبدا نطيب فيه. انا كنت غادي نسى الخميره، غادي نزيد هذوك جوج خمارات. هانتوما كتشوفوا لا تيكستور ديالو مازال غادي يزيد يعقد واحد شويه. غادي نخليه دو كوتي كيما قلت لكم نغطيه بواحد المنديل ونخليه بالحساب واحد 10 ديال الدقائق وندوز باش نسخن داك المقله ديال لي بانكيك ونطيبو ونشوفو الشكل ديالو نهائي. لا تيكستور ديال البانكيك كتجي بحال هكا، كيف ما قلت لكم كنخليوه داك 10 دقائق كتزيد تقال واحد شويه. هنايا المقله ديالي ديال لي بانكيك سخنات، غادي ناخذ واحد الكميه وغادي نديرها بحال هكا بحال كنطيب البغرير، وغادي نخليها ما نحركها ما حتى حاجه، نخليها حتى كتبدا تكون عندي واحد الطبقه ناشفه كتبان لكم نشفات من الفوق. عاد كناخذ واحد سباتيو سوا ديال العود سوا ديال هكا اون بلاستيك وكنقلبها طيب على الجهه الاخرى، يعني حتى كتنشف تماما من الفوق عاد كنقلبها على الجهه الاخرى. هانتوما كتشوفوا بحال اللي كتبدا كتثقب هكا من الجناب، كتعرفوا بان العجينه ديال البانكيك نجحات معكم 100%. دونك كيف ما قلت لكم غادي نخليها تنشف واحد شويه من الفوق ونقلبها كطيب على جوج ديال الجوايح ونكمل الكميه اللي عندي. والعافيه خصها تكون مهيله، يعني ما نديرش العافيه مجهده باش ما يتحرقوش ليا. الشكل ديال البانكيك من بعد ما وجد تيجي بحال هكا، انتم تتشوفوا النتيجه رائعه، تيجي مويلو، تجي ديك لا تيكستور ديالو ديال لو بانكيك خفيفه معلكه بداك الشوكولات اللي درنا هكا في العجينه. درت هكا وحده فوق وحده، يمكن لكم تخليوهم انديفيديوال يعني كل وحده بوحديتها، وزينتو بشويه ديال الشوكولات ديال نوتيلا. كتزين كتزينو بداكشي اللي عندكم سواء بالشوكولات سواء باللي صوص اللي كاينين ديال الفاني كراميل شوكولا اي حاجه. بما اننا مصايبينو بالشوكولات من الاحسن اننا نزينوه بالشوكولا. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم، ما بقى لي الا نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، نتلاقاو ان شاء الله في اقتراح اخر، الى اللقاء.